البنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بألف خير وبصحة جيدة. واليوم جيت لكم فيديو جديد ان شاء الله نصوم معكم حلوة العيد اللي كتجي جد رائعة، كنتمنى تجربوها. حلوة اقتصادية، المقادير موجودة في الدار وكنتمنى تجربوها، راه كتجيها جد رائعة، مذاق كتجي هشة. وكانت هدية حليوة لسان. هنا عندي نصف كيلو ديال الدقيق، عندي جوج اكياس ديال الفاني، عندي بيكنج باودر ديال 16 غرام، عندي الزبدة 250 غرام، شوية الملحة، ثلاثة البيضات، كاس زيت، كاس سكر سنيدة. دابا درت الزبدة ودرت السكر سنيدة، غدوز نخدمهم هما الاولين. غندوز نخدم الزبدة والسكر مزيان، وعادة غنضيف البيض الزيت. وبالنسبة للدقيق راه على حسب الخليط البنات، على حسب تا نوعية الدقيق. بعد ما جمعت العجين البنات راه كيكون القوام ديالها بهكا، تحاولوا ما ديروها مقاصحة، ما عادية غير تجمع ليكم بهكا. وبالنسبه لاول شكل غنحتاج البيض ديال البيض، وغنحتاج الكاوكاو اللي شديته وطحنته شويه. دابا البنات من بعد ما فندناها في الكاوكاو اللي عندكم، انا خديت هاد العشق ديال العود وغنحاول ديروا ليها واحد الطقيبه. هنا غنديروا الكوفيتير، هنا غندير الكوفيتير ديال المشمش، بالنسبه لكم نتوما ديروا اي كوفيتير عندكم، ولكن الكوفيتير ديال المشمش كتجي زوينه. حاولوا نتقوا بحقا. كما كتشوفوا بهذا الشكل. وبالنسبه للكوفيتير راه تطيب نص طيبه، عاد ديروا ليها تقبوا فيها هنا الكوفيتير فهاد الطقيبات اللي درنا. بالنسبه للشكل الثاني البنات اللي غنديروا هذا في الكوك، غنديروا بحقة بهذا الطريقه، وتديروا متساويين، ديروا متساويين على حساب باش يجيكم، شوف يجيكم شكل زوين، ماشي تجيكم وحده كبيره وحده صغيره. وبالنسبه للشكل الثالث درت هنا بلاستيكه البنات، تحاولوا ديروها باش تساعدكم باش ملي تبداو تقطعوا فيها تحيد لكم، ما تعذبكمش يعني، باش ما تلصقش ليكم. بعد ما خرجتها من الفران، بالنسبه للفران البنات تحاولوا ما تخليوهاش بزاف بزاف، تخرجوها وتحضيو معاها سينو تحرق ليكم. وهذا هو الشكل ديال اللي غنديرو في الكوك، كيجينا بحكا. وهذه اللي غنديرو هذا الشكل، هذا الشكل تاع هو. والشكل الاول راني عمرته بالكوفيتير كيف ما كتشوفوا، راه كتجي زوينه، عمرته بالكوفيتير. ودابا غندوز نبدا نزين. بالنسبه للتزيين البنات، هنا عندي الكوك خلطته مع الكاكاو، وعندي الكوفيتير اللي ديروا فيه نتوما مظهر، انا ما عنديش، كتجي زوينه هذه اللي غنديروا ديال الكوك. وهنا عندي واحد السيرو درتو بالكوفيتير، درت فيه شويه السكر سنيده وشويه الماء ونصف كاس ديال الكوفيتير ديال المشمش. وعندي هاد الفانيد ديال الكورنيتا وهذا. ودابا غندوز نزين، وغندوز ندير هادي بالكوفيتير، ومن بعد Thank you.
كتجيب هاد الشكل بالنسبة للشكل الثاني. غندير غير الكوب. نعود معكم واحدة اخرى. هنا انا درت اللوز ايفيلي، وانتم ديروا اللي عندكم في الدار. وهنا البنات ديروا شوية كوفيتير الوسط هاد الشكل. كتجيب هاد الشكل هادي. بالنسبة لهاد الشكل غندير فيه الشوكولات كما كتشوفوا، ودردرت عليه هاد كونيتا كيجي بهاد الشكل. كنتمنى تجربوهم، راه كيجيو كتجي حلوة زوينة وهشة، كتجي رائعة. كنتمنى تجربوها. عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، وشكرا وإلى اللقاء.